صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال نهار اليوم تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام لأول مرة منذ بداية فصل الربيع. 23 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة ستكون 22 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 22 إلى 15، عجلون 21 إلى 14، جرش 23 إلى 14، والمفرق 24 إلى 12 درجة مئوية مع رياح نشطة وأتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا انخفاضات واضحة على درجات الحرارة، البحر الميت 31 إلى 25 درجة مئوية، مأدبة 24 إلى 15، عمان 23 إلى 14، البلقاء 23 إلى 16، الزرقاء 25 إلى 14 مع رياح نشطة وأتربة مثارة بشكل عام. المنطقة الجنوبية الكرك 22 إلى 12، الطفيلة 23 إلى 13، الشوبك 21 إلى 11، العقبة طقس صافي 33 إلى 21، ومعان 26 إلى 10 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 30 إلى 13، الصفاوي 31 إلى 11، ورويش الطقس حار مع 35 إلى 13 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.